مش شايف. اه فاهم. طب والمحاضرة ما نزلتش لسه حد ولا نزلت وانا مش واخد بالي؟ نزلت يا عم، نزلت على التيم، مش اللي هي دي الحاجات دي، نزلت كله، نزل مهندس خش اكرم على اللي التيم بشهر بتاعك كده. ربع. اه مكتوب اسمه اهو، طب مش صوتك مكتوب تعرفنا يا ابني، مهندس مش تعرفنا سامع. يا ابني ولا اي حاجة يا ابني؟ ما انا عرفت بالاسم بس. الراجل المفروض يعني عامله كده ليه؟ الراجل اللي عينه عامله كده ليه؟ مش سجاير. حقيقة فعلا. موضوع كبير. الباشمهندس بيشرح واحنا مش سامعينه ولا ايه يا شباب، الناس سامعاني كويس؟ يا ايوه باشمهندس الناس أكرم؟ سامعاني. طب تمام، ممكن نبدأ ولا لسه في ناس برا؟ لا لا كله تتكل جاهز. على الله الرئيس، احنا موجودين اهو. طب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انت المفروض النهارده يعني هنخش في الشيت الاول، يعني الدكتوره خلصت معاك الجزء ده في الطرق. طيب انا اصلا المفروض انا بدرس هندسه الطرق، عايز اقول لك ان دي اهم ماده عندك في الترم ده، تمام؟ عشان المادة دي انت ممكن تطلع تشتغل بيها، تبقى بس كل شغلك هو الطرق، تمام؟ طيب انا مطلوب مني اعمل ايه دلوقتي في الكلية او في المادة دي؟ مطلوب منك بمنتهى البساطة ان انت في تصميم الطرق عندك نوعين من التصميم، تصميم هندسي وتصميم انشائي. يعني ايه الفرق بينهم بمعنى اصح؟ يعني التصميم الانشائي اللي هو تسلسل الطبقات، تمام؟ انها طبقات الاسفلت دي، طبقة السن، طبقة الاسفلت، الطبقات دي كلها لها سمكات معينة. طب بتتحط بناء على ايه؟ بناء انت تعملها حاجه اسمها تصميم انشائي، تمام؟ طيب التصميم الهندسي، لا التصميم الهندسي المقصود بيه الابعاد بتاعه الطريق، تمام؟ يعني من الاخر كده لو انت عايز تربطها ببعض زي المعماري والانشائي، المعماري بيعمل لك ايه؟ بيقسم لك المساحات، تمام؟ طب الانشائي لا، بيجيب لك قطاعات، ابعاد، الكلام ده كله، الاستاتيكال سيستم، الكلام ده كله. وبالتالي فالتصميم الهندسي المقصود بيه ازاي اعمل ابعاد الطريق. طب هو ابعاد بس؟ لا، ده في اتقسم حاجتين، تصميم منحنيات افقيه وتصميم منحنيات راسيه. طيب برضه يا باشمهندس انا مش فاهم الفكره كلها، ان انت قدر الامكان تحاول بس ايه تبقى عندك المصطلحين دول لحد ما تخش تبقى ادفانسد في الماده، هتفهم اللي انا بقول لك عليه ده. يعني بس مطلوب منك بس لما اجي حد اقول لك يعني ايه تصميم طرق، ترد عليه تصميم انشائي وتصميم هندسي. احنا هنشتغل في البارت الاولاني اللي هو التصميم الهندسي، تمام؟ اول جزء عندك هو بيعرفك بس يعني الطريق انا بيهمني ايه وانا بعمل شغال على الديزاين بتاع الطريق، يهمني اعرف ايه، تمام؟ اهم حاجه عندنا في التصميم الهندسي حاجه اسمها، او في المبدئيا دلوقتي في المرحله احنا فيها، حاجه اسمها الستوبنج سايت ديستانس او مسافه الرؤيه. يعني ايه مسافه الرؤيه؟ تعالى كده انا ممكن بدل ما نقعد نشرح اوريك الفيديو ده وانت ممكن تفهم منه انا اقصد ايه. بص في الستوبنج سايد ديستانس هي مسافه انا بحسبها، تمام؟ هتفيدني في ايه؟ هتفيدني والله ان انت دايما بتشوف الطرق بيحددوا لها السرعات. يعني ايه؟ هو ليه الطرق ما بقاش السرعات عليها 100 كيلو متر في الساعه مثلا؟ ليه ممكن كاتب لك 30، كاتب لك 50؟ ايه اللي بيحددها لي يعني؟ من ضمن الحاجات اللي هي بتحددها لي هي حاجه اسمها الستوبنج سايد ديستانس، تمام؟ سرعه العربيه، انا عشان اقول الطريق بتاعي ده يمشي عليه عربيه بسرعه قد ايه؟ مش بالاهواء، لا دي بيدي لها ديزاين معين، تمام؟ طب انا بس عايزك بس تبص على الفيديو ده دقيقه واحده كده وافهمك ايه القصه اللي فيه. لو السرعه دي عربيه بطيئه، تمام، وفي مثلا ناس معديه، ايه اللي هيحصل؟ والله هو ماشي جايب سرعه هاديه فيعرف يفرمل. طب السرعه اللي فاتت دي كانت 20، لو بقت 50
ايه المتوقع؟ هل هتبقى نفس الفرمله؟ وخد بالك كده العربيه بتفرمل واحده مره واحده، لا ده العربيه بتتحرك تمام، بيبقى في زي كسور الزيت لسه بتتحرك مهما شديت فرامل لسه العربيه ستيل بتتحرك. طب الحركه دي معادي يا عم، ده بسيطه، لا عشان سرعه 50. طب لو انا فتحت في السرعه اعلى ايه المتوقع يحصل؟ يعني انت متخيل السلايدنج اللي حصل ده كله مسافه قد ايه؟ تمام. طيب طب لو بقت 60 ايه المتوقع يحصل؟ خلاص يعني ممكن يحصل حصل تصادم خلاص تمام. طب الحاجات دي مهمه قوي، عندنا مهمه جدا. هتعرف طب ايه لازمتها؟ خليك بس معايا كده لحد ما الفيديو يخلص. يعني هي الفكره كل ما السرعه بتزيد كل المسافه اللي انا عشان افرمل بيها بتزيد معايا. طيب ماشي، خلينا كده ايه نشوف حاجه تانية. طيب بص كده الدوران اللي انا فيه ده، انا وانا جاي من هنا مثلا بادئ من هنا كده، يعني العربيه الصغيره اللي هي بادئه دي، العربيه اللي هي الصغيره تطلع من هنا دي تمام، مش التريلا، وانا جاي انا مش شايف التريلا خالص، الكيرف ده او الشجر والكلام ده مانع للرؤيه تمام. فدي مسافه رؤيه، مسافه رؤيه دي مهمه جدا عشان اقول السرعه، ما اخليش بقى العربيه تبقى بسرعه 100، اخليها تهدي عشان كل لما تمشي مسافه تقدر تفرمل وتقدر ايه يحصل عندها قصه ان هي استيعاب الموقف وبالتالي تقدر تفرمل. طيب برضو يعني العمليه برضو وضحت شويه بس مش قوي. طب بص كده انا دلوقتي الطريق ماشي قدامي، انا ماشي بالعربيه دلوقتي في الطريق تمام، بيقابلني في الطريق حاجه اسمها طالع منحنى، المنحنى الراسي ده، ده منحنى راسي، يعني عندنا نوعين من المنحنات جاي ده ومنحنى راسي اللي بطلع وانزل عليه تمام. شوف انا طالع دلوقتي انا واقف في المنطقه دي، انا مش شايف اللي جاي اللي مقابلني تمام. يعني لو انا ماشي بسرعه 100 حاجه فرمل ممكن يحصل حادثه، ما اعرفش ايه اللي هيحصل تمام، في مشكله، فلازم انت وانت بتصمم الطريق تاخد بالك من الكلام ده تمام. نفس الكلام انا مش ضامن ايه اللي مقابلني، ممكن يقابلني اي حاجه وانا ما اعرفش افرمل لاني ماشي بسرعه عاليه، او حتى لو انا خدت في قرار الفرمله مش هيبقى ايه مجدي بالنسبه لي، خلاص العمليه مشكله حصلت. يعني من الاخر عايز تقول يا باشمهندس القصه كلها ان مسافه الرؤيه ان هي بتمكن الناس وهم سايقين العربيات ان هم يعرفوا ياخدوا قرار المناسب تمام. طيب انا يهمني ايه في مسافه الرؤيه؟ مسافه الرؤيه كتير عندنا، عندنا نوعين بس مهمين او مطالب بيهم، حاجه اسمها الستوبنج سايد ديستانس اللي هي مسافه الرؤيه للتوقف تمام، وتعرفها بيجي لك في الامتحان، هي اقل مسافه ممكن ان انا وانا سايق العربيه اعرف افرمل بيها حصلش مشكله فيه. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها رياكشن ديستانس وبريكنج ديستانس تمام. طيب انا برضو المشكله معايا وانا مثلا برضو في المنحنى الراسيه، انا ماشي وانا طالع مثلا منحنى راسي ولا اي حاجه، ممكن زي ما قلت لك المنحنى الراسي كنا شايفينه في الفيديو دلوقتي، ممكن برضو ما اعرفش اخد قرار مناسب في الفرمله وبالتالي ممكن اعمل اصطدام بالعربيات وانا ماشي. طيب طيب يا باشمهندس طب انا اعرف احسبها ازاي؟ قال لك والله احنا شغالين بحاجه اسمها الكود الامريكي للطرق اللي هي حاجه اسمها الاشتو تمام. فالاشتو بيقول لي ان انت عندك عشان تعرف تحسب الستوبنج سايد ديستانس عندك المسافه دي بتتكون مسافتين، مسافه اسمها والرياكشن ديستانس، وفي مسافه ثانيه اسمها البريكنج ديستانس تمام. طيب ايه معناهم ايه يعني؟ والله انت مثلا ايه وانت ماشي بالعربيه فجاه عايز تفرمل، ما على طول رجلك ما بتروحش على الدواسه بتاعه الفرامل، لا ده انت بتشوف الاول الموقف اللي حصل ايه وبعد كده بتقرر في مخك ان ده موقف ومحتاج انت تفرمل. طيب هي المشكله كلها يا باشمهندس الحاجات دي بتاخد ثانيه ولا اتنين، ما هي المسافه بتساوي سرعه في زمن تمام، وبالتالي لو انا عندي زمن قليل بس سرعه كبيره هيطلع لي برده معايا مسافه محترمه يعني تمام. طيب المسافه الثانيه مسافه مين؟ الفرمله تمام، زي ما شفنا كده في الفيديو انت عربيه عمرها ما بتقف على طول، ده انت لازم بيحصل لك حاجه اسمها مين زي كسور زيت العربيه لسه بتتحرك معاك. هم ازاي؟ قال لك تعال نمسك اول حاجه اللي هي بتاعه مين، البرسبشن والرياكشن ديستانس، قال لك بتساوي ايه؟ قانون القوانين مش هيجي لك في الامتحان يعني تمام، فانت مطالب ان انت ايه تبقى حافظ القوانين دي عشان تعرف تتعامل بيها في المسائل. فقال لك اول حاجه المسافه بتاعه البرسبشن والرياكشن ديستانس اللي هي المسافه بتاعه استيعاب، برسبشن يعني استيعاب يعني، والرياكشن رد فعلك او ان انا باخد القرار فيها، قال لك بتساوي ايه؟ 1.47 من 100، اي مسافه بتساوي سرعه في زمن الفي في التي. طيب ايه 1.47 من 100؟ ده معامل تحويل، يعني
قال لك والله اصل احنا شغالين في السرعات بسرعه مثلا بالميل بير اور وبحط الزمن بالثانيه وبيطلع لي المسافه بالفيت، عشان كده حاطين لك الرقم ده، الرقم ده معامل تحويل. فانت ما تشغلش بالك، انت دايما بتعوض السرعه بالميل بير اور، الزمن بالثانيه، بيطلع لك المسافه بالفيت. تمام. طيب طب ايه ال في السرعه؟ قال لك دي السرعه اللي هي اسمها مين الديزاين سبيد، دي السرعه اللي انا ممكن اغربها، مثلا افرض ان سرعه الطريق مثلا 50 ميل بير اور 60. تمام. طب ايه هي التي؟ قال لك ده زمن البرسبشن والرياكشن تايم، المسا او الزمن اللي انا ايه مفروض ان انا هفكر واخد فيه القرار. طيب انا بقى، طب هو كل واحد الرياكشن بتاعه زي التاني؟ قال لك لا، الاش 2 مديك رقم بحيث ان انت تبدا تشتغل عليه. تمام. الرقم ده قد ايه؟ قال لك 2.5 ثانيه. تمام. يبقى انت دايما عشان اعرف احسب الستوبنج سايد ديستانس بحسب اول مسافه اللي هي حاجه اسمها مين الدي 1، المسافه اللي انا ايه هعرف اقرر فيها. قال لك بتساوي ايه؟ اي مسافه بتساوي سرعه في زمن الفي في تي، ومعايا الرقم بتاع مين التحويل 1.47%. بعوض السرعه بالميل بر اور والزمن بالثواني يطلع لي المسافه بالديستانس بالفيت، اسف. طيب يعني في دي ثابته ب 2.5 ولا ايه؟ اه. طيب يا باشمهندس، هو انا دايما هيديني ايه المعطيات لو واحد ادالي في المساله، وايه الحاجه اللي انا دايما اكون حافظها؟ دايما خد بالك ان هو مش هيديك الزمن بتاع مين البرسبشن والرياكشن تايم اللي هي التي ب 2.5 ثانيه، دي دايما احفظها. تمام. هي دي رقم في الاش 2. تمام. افرض جالك في الامتحان، خلاص قال لك 3 ثانيه في الامتحان، خد 3 ثانيه، جاب لك 2.5 ثانيه، خلاص خدها، ما جابش سيرتها، انا دايما حافظها اللي هي ب 2.5 ثانيه. في مشكله لحد الان؟ طيب البريكنج ديستانس، مسافه الفرمله، قال لك دي المسافه اللي انا محتاجها عشان، او العربيه محتاجاها عشان تقدر تعمل ستوبنج. تمام. طب هي بتعتمده على ايه؟ قال لك والله معتمده على كذا حاجه، منها معامل الاحتكاك ما بين العربيه وسطح الاسفلت، وانت مثلا اللي بيسوق منكم عربيات وهو ماشي في الشتاء مثلا ممكن العربيه بتهرب منه لان الاحتكاك ما بيبقاش فيه قليل جدا. تمام. الميل، انا مثلا وانا طالع كوبري غير وانا نازل منه، الفرمله وانا طالع اسهل من انا وانا نازل. تمام. فبتعتمد على عده عوامل. من الاخر عايزك تعمل ايه؟ انا عايز القانون منك. تمام. اللي هو مين من الاخر ده؟ قال لك الستوبنج مسافه اسمها بيرسبشن ورياكشن ديستانس، ومسافه مين البريكنج ديستانس. البيرسبشن ورياكشن ديستانس قلنا بتساوي كام؟ 1.47% الفي في تي. والبريكنج ديستانس قال لك بتساوي ايه؟ القانون ده حفظ الفي تربيع على 30 الاف زائد او ناقص مين الجي. طيب تعالى نمسك حاجه حاجه كده عشان نعرف نتعامل. يبقى الستوبنج سايد ديستانس ادي مسافه مين اتخاذ القرار، التي خلاص حافظها ب 2.5 ثانيه، الفي السرعه بتاعتي ديزاين سبيد وحدتها ميل بير اور. طيب ايه الجزء الثاني ده؟ ده الجزء بتاع مين البريكنج ديستانس، المسافه اللي انا عربيه محتاجها عشان تفرمل، بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي السرعه تربيع. ايه هي السرعه؟ هي نفسها الفي دي. تمام. على 30، رقم برضه عشان التحويلات ما تشغلش بالك بيه. معايا بس اتنين عايز اعرفهم ويبقى كده انا فهمت القانون. ايه هي الاف؟ قال لك ده الفريكشن، ده الاحتكاك. طب الاحتكاك قال لك والله ممكن يدولك في الامتحان. طب لما ادهوش انا بقسيهم معايا، قسيهم بكام؟ غالبا باخده ب 35%. تمام يا شباب، الناس معايا ولا نامت؟ معاك طيب انا معلش اسف. يبقى الوقت انا عايز ان انا احسب القانون، قلنا هنعمل ايه؟ البريكنج ديستانس يبقى الفي تربيع على 30 اف زائد او ناقص جي. قلنا الاف ده الفريكشن وهاخده ب 35%، ادوني في الامتحان خير وبركه، ما ادهوش انا هاسيوم. طب ايه هي الجي؟ قال لك ده الجريدينت الميل. تمام. قال لك وانا طالع هل زي وانا نازل؟ لا، وانا طالع ممكن اعرف الفورمولا عادي غير وانا نازل، الدنيا بتبقى فيها مشكله بالنسبه لي. طيب ايه الزائد والناقص؟ قال لك والله دي على حسب الميل، لو الميل كان عندك طالع صاعد تمام هاخده اشاره بالموجب. طب يا باشمهندس ممكن تفهمها لي؟ اه يا عم، ما هي الموضوع كله ايه؟ تعال ناخد القانون ده بره لوحده. تمام. مسافه الفرمله دي بتتناسب طرديا مع السرعه، كل ما السرعه بتزيد كل ما المسافه بتاعت الفرمله هتزيد. تمام. طيب كل ما الاحتكاك بيزيد ايه اللي هيحصل؟ المسافه هتقل، هتكلبش العربيه معايا. طب كل ما الميل يكون صاعد كل ما تزود المقام، كل ما هو يديك مين مسافة فرملة أقل، وده المنطقي وده الطبيعي. تمام. طب مش هنسي الدول، ما في الباب بالله عليك، طب ايه في الباب النبي حمد؟ تمام يا رجالة. فبالتالي ان انا عندي الجريدينت
هيبقى عندي موجب او زائد على حسب ايه؟ على حسب اتجاه الميل بتاعي. لا الميل بتاعي تصاعدي، تصاعدي بالانجليزي لازم أن تكون حاضره في دماغك الكلمه دي. يقول لك مثلا ابجريد تمام، او يقول لك اسندنج، اسندنج كلمه اسندنج لا تصاعدي تمام. طيب يبقى في الحاله دي هاخد الاشاره مين؟ موجب، ما بقعدش بالاشارتين، على حسب اتجاه الميل باخد موجب او ناقص. طب يقول لك الميل نازل، طب الانجليزي الامتحان هيجي لك انجليزي مش عربي، فيجي يقول لك مثلا ديسندنج، او يقول لك جريديانت داون، اي حاجه هيديها لك معنى بحيث ان انت تقدر تعرف منها ايه الميل بتاعك ايه. من الاخر سيكشن النهارده هو القانون ده، الستوبنج سايد ديستانس الاس اس دي بتساوي 1.47% الفي في التي زائد الفي تربيع على 30 اف زائد او ناقص الجي. الفي ديزاين سبيد، وحداتك مهمه ميل بير اور، التايم ب 2.5 ثانيه ما لم يذكر خلاف ذلك. الفي قلنا السرعه ميل بير اور، الاف ده الفريكشن بكام؟ ب 35% ما لم يذكر خلاف ذلك. الجريديانت اللي هي جي، موجب او زائد، موجب او ناقص اسف، على حسب اتجاه الميل بتاعي. يطلع في الاخر الستوبنج سايد ديستانس بوحده ايه؟ الفيت. ما انا قلت الارقام دي عشان تحولات، ما حولش في المساله حاجه، السرعه ميل بر اور، زمن بثانيه، عشان المشكله بتحصل الناس بتنسى وبتبدا تحول المساله بتبوظ منها يعني. تعال نشوف مساله كده عشان الناس تبقى فاهمه الدنيا. بيقول لك ايه مثال، اول مساله في الشيت ولا حاجه، بيقول لك كالكوليت ذا ستوبنج سايد ديستانس، مسافه التوقف فور ديزاين سبيد لسرعه بكام؟ ب 90. يبقى انا معايا الفي ده لك جيفن ايه؟ 90 ايه؟ ام بي اتش اللي هي الميل بير اور، اسيومنج كوفيشنت اوف فريكشن، اي لا خد يا عم عامل احتكاك ب 36%، يبقى خلاص هستخدمه مش هفرض اللي عندي لو ب 35. وقال لي كمان التوتال رياكشن تايم ب 2.5 ثانيه، يبقى انا اوتوماتيك كده مش هحط ايه الرقم، هو شبه اللي معايا بس خلاص انا هلتزم باللي هم مديهولي. تمام؟ عايز احسب ايه الستوبنج سايد ديستانس؟ اكتب القانون، قال لك بيساوي 1.47% الفي في التي زائد الفي تربيع على 30 اف زائد او ناقص مين؟ الجريديانت. تمام؟ تعالى يا عم نعوض، 1.47% هينزل زي ما هي رقم عادي، السرعه بكام؟ قايل مين بر اور تنكتب زي ما هي. التي قايلها لك في المساله هستخدمها بكام؟ ب 2.5 ثانيه زائد الفي بكام؟ لسه جايبينها ب 90 على 30 ادي رقم. الاف قال لك الفريكشن بكام؟ ب 35%. طيب الجريديانت جاب سيرته؟ لا. يبقى هاخده بكام؟ بزيرو، مش هشغل دماغي في الحاله دي بقى. يبقى الجريديانت عنده ثلاث حاجات، يا اما يجيبش سيرته يبقى بزيرو، او يقول لك الميل افقي تمام وبالتالي هياخده زيرو، او يقول لك مثلا ابجريد يبقى هاخده موجب، داون جريد هاخده سالب. طيب الحاجه الثانيه هيبان قصه الميل دي في المساله الجايه. ففي الاخر طلعت لي السوبنج سايد ديسن برقم الفيد. في حد عنده سؤال؟ شوف وحده السرعه دي خالص يعني بتقول يا هندسه؟ بقول لك ما بيلعبش في وحده السرعه دي خالص. تاني القانون متظبط على الوحدات اللي قلت لك عليها، السرعه ميل بير اور والزمن بالثانيه والمسافه بالفيت. انا قصدي الدكتوره ما بتلعبش فيها في الوحدات خالص يعني في المساله دي. هديك هديك مساله دلوقتي مديك السرعه مثلا مش من ميل بير اور، فبضطر هعمل ايه عشان اخش القانون؟ السرعه معايا ميل بير اور. اديتها لك باي وحده حولها الاول ميل بر اور واخدها هتستخدمها في القانون ميل بر اور. ممكن الدكتوره في المحاضره تكون شرحه لك القانون ده كمان بوحده الكيلومتر على الساعه. احفظ قانون واحد وثبت الوحدات عشان الناس ما تتلخبطش، خليك في القانون ده وما تشغلش بالك. السرعه ميل بر اور جات لك باي وحده حولها الاول ميل بر اور وتعالى لي هنا حطها في القانون. هنشوف مساله دلوقتي ماشي كده؟ تعالى نكمل، تعالى نكمل. يبقى اهم حاجه الجريدينت ما جابش سيرته هاخده بزيرو. تعالى بقى نشوف الجريدينت في المساله الثانيه. بيقول لك ايه؟ احسب لي السوبنج سايد ديس. حاضر يا عم. قال لك ايه؟ اون ا ناشونال هاي واي، على طريق اقليمي ولا اي حاجه. رولينج ترين، ترين يعني ارض ايه فيها ميول كتير. رولينج يعني ايه؟ مش معنى متدحرجه، لا يعني فيها ميول كتير يعني. تمام؟ ات اسندنج، اسندنج يعني ايه؟ تصاعدي. يعني اول لما اسمع كلمه اسندنج او اب معناه الميل طالع. يبقى اخد بالي كده في القانون احط الاشاره كام؟ موجب. تمام؟ الجريدينت كام؟ 4%. يبقى لازم استخدم في الحاله دي الميل بتاعي موجب و4%. تمام. طب احطها 4%؟ لا، بحطها رقم المئوي يعني اقسم على 100 يعني. تعال نشوف بس هنعوض ازاي. بيقول لك اسيوم ريليفنت داتا، اي حاجه ناقصه عندك او ميسنج داتا افرضها يا عم، اتعامل انت. والديزاين سبيد كام؟ 120 ميل بر. سايد ديستانس حافظ القانون؟ اه يا عم، ما اعرفش غيره اصلا اهو.
1.47% الفي في تي زائد الفي تربيع على 30 اف زائد او ناقص مين الجريدينت. الفي بكام؟ قايل له والله ب 120. التي بكام؟ ب 2.5 ثانيه. مفيش مشكله عداك العيب عداني العيب. بس يا باشمهندس 2.5 دي مش احنا اتفقنا بقى خلاص انا احفظها لو ما اتجابليش سيرتها خلاص. طيب الفي ب 120 تربيع على 30 الاف بها لا يبقى انا هستخدمها بكام؟ ب 35%. طيب الجريدينت جايب سيرته اسال نفسي موجب ولا سالب؟ ابص عليه قال لك اسندنج يعني تصاعدي يبقى احط اشاره مين؟ موجب. طيب قيمه الميل كام؟ 4%. هحط 4؟ لا هحط 4 من مين؟ من ميل. وبالتالي منطقي جدا لما يكون الميل طالع يبقى المسافه اللي هتوقف فيها العربيه قليله وبالتالي المقام بتاعها كبير فالمقام هنا شرطه موجب غير لما يكون طرح هيبقى اقل فبيديني مسافه اكتر. ناس بتشغل دماغها ولا بتبصم. المهم الستوبنج سايد ديستنس في الاخر بكام؟ ب 1600 ويطلع المسافه حطيت السرعه بالميل بر اور طلعت لي بالفيت. طيب تعالى نشوف حاجه ثانيه. الراجل بيقول لي كيلومتر ولو جات لي حاجه ثانيه اتعامل معاها ازاي. تعالى نبص قبل بس ما نمشي بس عشان نقفل قصه الميل قايل لك ايه ديترماين المينيمم سايد ديستنس. يا عم يديك يقول لك مينيمم ماكسيمم اي حاجه طالما سمعت سايد ديستنس فبتعامل عنها مين ستوبنج سايد ديستنس. بيقول لك فور تو لين ديفايدد تو يعني رقم 2 حاجتين يعني. طب لين قال لك دي حاره. اما نيجي دلوقتي نخش في حاجه اسمها كروس سكشن او قطاعات بتاعه الطريق نفسه او مكونات الطريق هتسمع عن كلمه حاجه اسمها لين تمام الحاره المروريه. كلمه لين يعني حاره اللي العربيه بتمشي فيها. ديفايدد يعني متقسم. يعني ايه طريق متقسم؟ زي شارع البحر كده اللي عندنا في طنطا. الطريق متقسم في جزيره في النص في اتجاه رايح واتجاه جاي. وفي كون في طريق مش متقسم الطريق اللي انت جاي عليه قدام الكليه الطريق ده رايح جاي مش متقسم حاره رايحه وحاره جايه تمام. ممكن ما تشغلش بالك بالكلام ده لحد ما نخش كمان ربع ساعه ولا حاجه في الجزئيه بتاعتها. انهيلي ترين. هيلي يعني هيل يعني اللي هي ايه الجبل او جبلي طريق جبلي تمام. قيمه الميل 4% ديسندنج. ديسندنج يعني ايه نازل. الميل بالانجليزي يقول لك جريد جريد تمام. اي لفظ من دول معناه الميل. قيمته كام؟ 4%. ماله ديسندنج. ديسندنج يعني ايه نازل يعني اشارك ايه سالب. مختلف عن المثال اللي فات هو على فكره السرعه كانت هي بس دي 120 دي 50 يبقى احط السرعه هنا ب 50 والسرعه ب 50. الزمن بكام؟ مش مديهولي ب 2.5. الاف بكام؟ ب 35%. ما قاليش سيرت. جريدينت سالب ولا ناقص؟ قايل لك ديسندنج يعني سالب. قيمته كام؟ 4%. طلع المسافه بالفيت. تعالى نشوف المساله دي بقى ايه عشان الوحدات والسرعات والكلام ده. تعالى يا عم المساله دي مهمه ممكن يجي لك في ايه؟ يعني امتحان على حسب بقى ما هيبقى نظامه عامل ازاي. يجي لك بقى ام سي كيو يجي لك اختياري يجي لك اي حاجه من الحاجات دي. بيقول لك ايه؟ ركز قوي. يبقى احنا عندنا كام مسافه قلنا اتفقنا عليها ان السوبنج سايد ديستنس بتكون مسافتين. مسافه اسمها ولازم تكون عارفها بالانجليزي بيرسبشن ورياكشن تايم. المسافه اللي انا باخد فيها القرار تمام او الراجل بيفكر فيه تمام زائد مسافه الفرمله البريكنج ديستنس. المجموع الاثنين دول بيساوي الايه الستوبنج سايد ديستنس. طيب البريكنج ديستنس قال لك بكام؟ 152 فيت تمام. طب تمام. طب ما تسمي البريكنج ديستنس دي معايا رقم مش مضطر احسبها بقى. يعني ايه معايا رقم؟ يعني دي كده قلنا دي مثلا دي البرسبشن والاكشن ديستنس سميها دي واحد مثلا مسافه دي واحد. طب واللي هي دي ممكن اسميها دي اتنين. يبقى دي واحد اختصار لل البرسبشن ديستنس ودي دي اتنين اللي هي القانون بتاعها ده اللي هي الفي تربيع 30 اف زائد او ناقص جي. دي المقصود بيها مين؟ البريكنج ديستنس. طيب تمام. هو مديك في المساله مين؟ اهني مسافه مديك دي ولا دي؟ لا قايل البريكنج يعني مديني المسافه دي. طب يا عم كتر خير والله اهي يا عم ادالي كام؟ 152 فيت. طب ماشي. قايل لك مفروضه از اسيومد فور ديزاين سبيد للسرعه بكام؟ 45 ميل بير اور. يبقى قايل لك السرعه بتاعه المسافه بتاعه كانت عندي مسافه بريكنج دي 152 ومعايا السرعه ب 45 ميل بر اور. بيقول لي شو زاد؟ بين ان الستوبنج سايد ديستنس بتاعت 97 متر از ابروبريت يعني مناسبه فور ذات ديزاين سبيد يعني مناسبه للسرعه دي. يعني من الاخر بيقول لك والله السرعه دي تطلع لي المسافه دي ولا لا؟ طيب هعمل ايه؟
تعالى نمسك حاجه حاجه. هو مديني مسافه مين؟ البريكنج ديست. طب ما نيجي نفرضها دي 2 اهي، فايه اللي دي 2 مسافه الفرمله كام؟ 152 فيت. وايه اللي السرعه بكام؟ ب 45 ميل بر اور. هل السرعه دي مناسبه ولا لا؟ طيب مناسبه لايه؟ مناسبه ان لما اجي احسب الستوبنج سايد ديستنس مثلا تطلع 97 متر ولا لا؟ طيب هعمل ايه؟ اولا قبل ما امشي خالص لازم عشان اخش في القوانين يكون معايا مسافه بالفيت، السرعه بالميل بر اور، والزمن بالثانيه. هو منديك مسافه بكام بالمتر؟ طب تعرف تحول من متر الفيت؟ اه يا عم والله كنا خدنا المساحه في اول سيكشن سنه اولى تمام، حاجه اسمها الوحدات، عشان يعلموني من متر الفيت. طب مش عارف ناسي، خلاص احفظها بقى. الفيت بيساوي كام؟ 3 من 10 متر، او بادق يعني 0.3048 متر تمام. بالآلة الحاسبة تعرف تطلعها، الآلة الحاسبة الحديثة شيفت كونفرشن او حاجة زي كده، تحويلات شيفت 8 اعتقد، يجيب لك التحويلات كلها اللي في ظهر الآلة الحاسبة، تعرف تحول لو انت نسيت يعني. يبقى الواحد فيت ب 3 من 10 متر. طيب طرفين في وسطين تبقى 97 متر، اديني قد ايه فيت؟ فرحت حولت ان السوبنج سايد ديستنس اللي هي 97 متر بتساوي كام بالفيت؟ 318 فيت و24% فيت. طيب هعمل ايه؟ بيقول لك بقى عندك حالتين، يا اما تروح تحسب الستوبنج سايد ديستنس. احسبها ازاي؟ ما انا معايا مين؟ القانون اهو، الستوبنج سايد ديستنس مساوي 1.47% الفي في التي زائد مين؟ البريكنج ديستنس. ما اروحش اعوض فيها بقى في القانون، لان معايا مين؟ البريكنج ديستنس 152 فيت، ده كل ده ب 152 فيت تمام. ممكن اعمل ايه؟ اروح حاطط السرعه ب 45 واحسب المسافه واقارنها بالمسافه اللي مديها لي اه ولا لا. او حل تاني وده الاسهل، ان انا اعمل ايه؟ اعتبر السرعه عندي مجهوله واحسبها واقارنها بالسرعه اللي هو مديها لي. فانا هعمل كده، فهبدا اعمل ايه؟ اعوض المسافه. قايل لك ان السوبنج سايد ديستنس اللي هي ب 97 متر انا رحت حولتها طلعت بالفيت ب 318 فيت بتساوي 1.47% السرعه في 2.5 ثانيه اللي هي التايم زائد البريكنج ديستنس اللي هو مديها لي، ما اروحش اعوضها في القانون اللي هو مديها لي 152 فيت. يطلع السرعه بكام؟ ب 45 و23 من 100 ميل بر اور تمام. هل دي مناسبه ولا لا؟ لا يا عم مش مناسبه. ايه اللي عرفك؟ ما انا لسه قايل لك، قايل لك دلوقتي فاكر الفيديو اللي هو العربيه ماشيه ب 20 كيلومتر وبعد 50 وبعد 60، ايه اللي بيحصل؟ كل ما بتمشي اسرع كل ما المسافه بتزيد، وبالتالي السرعه عندي اكبر من السرعه لو كان بيقول لي عليها، فبالتالي هي مش مناسبه. لان هيحصل ايه؟ هيحصل ان 45 والكسر ده محتاج مسافه اطول. في مشكله شباب؟ قول. هو مش عارف السكشن ده، انا عارفك. قول. هو مش لما انا اطلع سرعه محسوبه 45 الطريق فعالي تبقى اصغر، يعني السرعه اللي انا محسوبه عندي 45 و23%. انت شفت الفيديو اللي هو اسمعني بس، شفت الفيديو؟ ايوه شفت الفيديو، انا شفت الفيديو. كل لما السرعه بتزيد ايه اللي بيحصل لمسافه التوقف؟ بتزيد تمام. حلو. انا بقول لك ال 45 دول ينفع معاهم 97؟ طب حلو. طب انا عندي اصلا السرعه مش 45، ده 97 مش مناسبه لي، يعني ممكن تكون 98 99. طب ال 2 متر دول هيفرقوا؟ اه هيفرقوا. ممكن تكون معدي انت في نفس الطريق ده سلمي ويدوسك ويبقى ضاعت عليك حياتك. انا هسال بقى السؤال اهو، هو انا سرعه 45.23% تقدر تقف في حدود ال 97 متر بالظبط؟ مش هتلحق تقف، مش هتلحق لا. لان السرعه 45 هتطلعك. طب قول كمل. حاسبين ان هو على سرعه 45.23 هيقف في الطول المعطى اللي هو 97 متر، فالسرعه لما تبقى اقل 45 يبقى يقف في مسافه اقل من 97، يبقى 97 سيف بالنسبه له. الله ينور عليك. طب طلعت السرعه اكتر يعني مش مناسبه، وطلعت معانا اكتر يعني مش مناسبه. انا قصدي في الحاله دي انها سيف كده صح؟ لا مش سيف تاني. لا سيفه مش يا ابني، ما طلعت اكتر كاتب سيفه. ما حضرتك انت حاسب اصلا في القانون حاطط ال 97 متر، عوضت على اساسها جات لك ان السرعه اللي تجيب لك في 97 متر 45 23. طب انا ماشي بسرعه اقل من دي تمام. انا تمام. انا معاك انا لسه والله ما خلصت المساله، انا بتكلم معاك في ايه دلوقتي؟ هو بيقول لك ان السرعه الوقت الفعلي على الطريق كام؟ 45. كويس كده. طب انا على المسافه او على الجزء اللي انا حسبته طلعت السرعه اكتر، طب انا واخد مسافه اقل، هي مظبوطه صح ولا ايه؟ لا انا مش واخد مسافه اقل، انا واخد سرعه اقل. تاني ممكن نحلها ازاي؟ يعني ايه ممكن تكون اسهل؟
ان انا اعمل ايه؟ افهمها لك ازاي؟ هو دلوقتي بيقول لي السرعه اللي انا ماشي بيها دلوقتي 45 ميل بر اور، تمام كده؟ الفعليه ماشي كده اللي هي من اللي تم تنفيذه، ماشي. طيب انا لما جيت حسبت بالمحطات اللي هم اديها لي السرعه بقت كام؟ ازيد، بقت 50 مثلا، بقاش 45 وكسر، دي بقت 50. طب انا بس فاهم سلم ايه بيقول لي مثلا السرعات والكلام ده، انا قلت ارجع للفيديو الاولاني، كل ما السرعه بتزيد كل ما المسافه بتزيد معايا، وبالتالي يبقى انا لازم ايه فاهم انا بعمل ايه. بس يبقى تاني عشان بس المساله ما تروحش بعيد بس وايه وتضيع مننا. انا دلوقتي ماشي بسرعه كام اللي هي منفذه 45، حسبتها طلعت اكتر يبقى سيف، طلعت اقل يبقى مصيف، ماشي كده يا شباب؟ هي طلعت معايا كام؟ 45 وكسر، تمام. هو قال لي انا ماشي بكام؟ ب 45، يبقى انت سيف يا عم مفيش مشكله. ده هي اصلا 45 وكسر محتاجه الايه مسافه اطول، طب انت مثلا ماشي على سرعه اقل فبالتالي ايه انا مسيف معاك اصلا يعني. ننقل يا شباب. ننقل. بيقول لك ايه المساله دي يعني ايه؟ تفكر معاك كده يعني. تعالى بقول لك ايه؟ تو اوبزيت فيكل، عندك عربيتين متقابلين في ايه؟ عكسيين، واحد ماشي كده في اتجاه ده وواحد ماشي في اتجاه العكسي. مش مديك الرسمه دي، انا بفرضها انا. ازاي؟ هقول لك دلوقتي. بيقول لك ويز سبيد بسرعتين 60 و70 ميل بر اور. على ميل كام؟ 5%. طب قايل الميل ده طالع ولا نازل؟ ما قاليش. يبقى انا هفرض مثلا ان هو ايه؟ طالع مثلا. طيب طب السرعه اللي هي 60، العربيه اللي هي ماشيه بسرعه 60 طالعه ولا نازله؟ هفرضها. وليكن مثلا هرسم الميل 5% كده، وهعمل اسيوم بمزاجي ان ال 60 طالعه وال 70 نازله بمزاجي، محدش هيقول لك غير لو رسمها لك في الامتحان. تمام؟ حلو. قايل لك بقى كالكوليت السيف ديستانس. هل العربيتين دول لو هم شافوا بعض يلحقوا فرملوا ولا هيخبطوا بعض ويحصل كراش وتصادم والكلام ده؟ قال لك المطلوب منك في الاخر ايه؟ احسب الستوبنج سايد ديستنس بتاعه العربيه 60 واحسب الستوبنج سايد ديستنس بتاعه العربيه 70 ومجموع الاثنين دول هي دي المسافه اللي هتكون ما بينهم. تمام؟ طب يعني اعمل ايه؟ هعوض مره هنا ب 60 ومره هنا ب 70 على حسب المعادله كل واحد. ال 60 بالنسبه لي الميل ده طالع، فياخد بالك الاشاره هتكون موجب. طب ال 70 لا، هتكون العربيه نازله، يبقى الميل بالنسبه لي مين؟ سالب. تمام؟ تعال نعوض كده الستوبنج سايد ديستانس، الوحدات عندي ميل بر اور. هندسه يعني انا وقفت السرعه الاعلى نازله عشان هي اللي تقف اكتر، صح؟ بالظبط، الكريتيكال بالنسبه لي. طب انا في الامتحان مش حدش هقول لك حاجه على فكره. كان ممكن يجيبها لك اوضح ويرسمها لك. تمام؟ ماشي. يبقى الستوبنج سايد ديستنس بتساوي 41% الفي اللي هي 60 في 2.5 زائد ال 60 تربيع. اجي اسال نفسي بس بسال نفسي فين عندي ايه؟ هو على فكره كان مديك هنا الاف هتلاقيها في قلب الشيت 34%. طب لو ما اداش سرتها 35%. تمام؟ ال 1% ده مش هيزعلنا من بعض يعني، عشان بس لو حد ايه مركز شويه في المساله. طب ما اداش في الشيت خدها 35%. طيب 30 الاف 34% على حسب كام مدالي في الشيت زائد ولا ناقص؟ ده ال 60 ده طالع يبقى موجه. الميل 5 اكتبه كام؟ 5%. طلعت الستوبنج سايد ديستنس بكام؟ ب 500. تعرف تعمل نفس الكلام ده لل 70 بس اللي هيحصل الميل بس هيبقى بالسالب. طلعت لي الايه 820 و 528 اجمعهم مع بعض يبقى دي السيف ديستنس. مفيش اسهل من كده. تعال نخش في اللي بعدها. مديك نفس معلش، هو انت فرضت ان السرعه العاليه هي اللي نازله عشان ايه؟ هي دلوقتي انا لو نازل بعربيه ب 60 تعالى نفترض ان ايه معايا نازل كوبري، تمام؟ عربيه نازله ب 60 وعربيه نازله ب 70، تمام. مين اللي ممكن مين اللي يوقف قبل الثاني؟ 60 هتقف قبل ال 70. طب انا عايز ان هي دايما شغاله على ورست كيس. ماشي يعني يبقى احط مين؟ ال 70. طب انا في الامتحان اتلخبطت مش مشكله عندنا دي، ماشي تمام. ماشي يلا تعالى. بيقول لك ايه؟ عندك اتنين سواقين نفس الكلام، كان واحد ماشي ايه معاهم الزمن بيرسبشن تايم بتاعهم او رياكشن تايم ب 2.5، واحد وبي يعني ايه ماشي او تحت سرعه 90 كيلومتر في الساعه، خلي بالك من الوحدات، تمام. والتاني والاذر
ماشي عكسي الليجل ات سرعة كام؟ 120 كيلومتر على الساعة. تعرف تقول لي حسب المسافة بينهم كام؟ هو هنا مش مديك مين ميل فاعتبر المسافة أفقية، هي بس فكرة تحويل السرعة. حد يعرف يحول من كيلومتر لميل؟ موجود على الحاسب جدع، ريحتني. تعال بقى نخش مسافة عشان ايه الناس اللي بتعرفش تحول دي. 1.6 تقريبا زي الفل. خلاص صفت تحولها عشان منكم بقى في الشيت بقى. في حد مش عارف يحول اكيد هعرف احوله. تعال بقى نشوف مسافه دي شنو. اللي مش عارف يحول يجيبها من على النت يا باشمهندس جدع دماغ انت رايق. المهم بيقول لك ايه بروبلم 9 بس ده في شيت مهم قوي. بيقول لك إيه؟ ايه عندك انترسكشن تمام، طريق رايح كده اسمه ايه وطريق اسمه بي اللي هو المتقاطع معاه ده كويس كده. قال لك في الطريق ايه في عربيه ماشيه في الاتجاه ده كويس، وفي هنا زي ايه عائق بيلدينج تمام زي ايه بالظبط كده. تعالى كده ايه نشوف دي كده بس البتاع ده عشان تفهمه اكتر. اوريك الفيديو ده اهني بص ده كده على فكره الناس بتوقع الستوبنج سايد ده بيقيس المسافه على الكيرف ده. انا وانا طالع من الكيرف ده في جبل هنا في الجزء ده في الجزء الشمال بالشاشه تمام، فالجبل ده عامل لي اعاقه للرؤيه اللي جايه من الناحيه الثانيه تمام، فده انا بس عايزك تتخيلها بس. يعني الجبل ده انا مش شايف اللي طالع من هنا خالص، وبالتالي انا قلقان ان يحصل فيه تصادم. طب تعالى يا عم يبقى ده بالنسبه لي ايه يعني ده في البلان انا مثلا ما اشوف 3 دي ولا حاجه اه فانا فاهم ان ده الطريق تمام وده طريق وفي هنا بيلدينج انا مش شايف يعني من الاخر اللي هو ماشي هنا مش شايف اللي جاي من هنا ومفيش اشاره حد يوقفه يعني تمام. فبالتالي الاثنين دول لو واحد ماشي بسرعه 55 واحد ماشي بسرعه 35 لو الاثنين ماشيين عند نفس اللحظه دي وسبنا لهم الدنيا مفتوحه هيخبطوا في بعض ولا لا؟ ده الفكره تمام. تعال نشوف بيقول لك ايه في الشكل قدامك ده هاو كود يو كنترول ازاي تتحكم في السرعه الطريق بيه. يعني انا دلوقتي هل يمشي ب 35 ولا اقل ولا اكتر تمام، يعني ايه اعتبر ال 35 دي مش جيفن تمام عشان ايه ساتسفاي عشان اامن او يناسب الستوبنج ايه كونديشن حاله التوقف تمام. عشان اعمل ايه منتين عشان اخلي السرعه على الطريق ايه ده بالنسبه لي شارع رئيسي اخليها ب 55. في مشكله لحد الان؟ خلاص يا عم يبقى انا من الاخر بقول لك ايه تعرف تحسب لي السرعه بتاعه بي دي عشان ما يحصلش تصادم. طيب هنحسبها بص مش غير قانون واحد يعني ايه لك ايه بس انا هديك شويه حاجات كده عشان ايه انا عارفك ان انت ايه الدنيا معاك ضايعه فهظبط لك الدنيا شويه. قال لك ايه؟ قال لك والله الركن ده عباره عن مين دي زاويه منفرجه مقدارها كام؟ 120 درجه الركن دي تمام. طب حلو وايه تاني يا عم؟ قايل لك والله النقطه بتاعت الركن بتاعت المبنى دي بتبعد افقي حوالي كام؟ 120 فيت وبتبعد راسي 80 فيت. تعالى كده نشوف نوضح تاني احسن هنا او خليها اسف دي مش دي 120 درجه اسف الزاويه دي 150 فيت اسف المسافه الافقيه دي. تعالى كده ايه ادي الركن بتاع المبنى 80 راسي و150 مين افق. طب ال100 150 متقسم من ايه؟ من السنتر لاين او المسافه اللي هي متداش دي. طب حلو وقايل لك الزاويه كام؟ ب120. طب يا عم ماشي قايل لك والله ثبت لي السرعه بتاعه الطريق ايه واحسب لي السرعه بتاعه بي عشان ما يحصلش مين تصادم معايا. طيب الفكره طالما انت بقصه ستوبنج سايد ديسن وانت مش عارف اي حاجه خلاص ما هعرف استخدم القانون. انا معايا سرعه اه ليا مين بتاع الطريق ايه انت ما بتعرفش تحسب الستوبنج سايد ديسنس. تعالى نعرف نحسبها يا عم. هي القانون بتاعي 1.47% الفي في التي زائد الفي تربيع على 30 اف زائد او ناقص مين الجريديان كويس. السرعه بكام بتاعت ايه؟ ب 55. التايم مش مديهولي هاخده ب 2.5. السرعه ب 55 تربيع على 30 اف بكام؟ ب 35%. هنا في الشيت كان مديلك ب 34%. الجريديانت جبت سيرته وما اديليش سيرته ده زيرو. طلعت الستوبنج سايد ديستنس بكام؟ ب 400 وشويه.
طب حلو يا عم، يبقى انا عرفت المسافه اللي هيحصل توقف عند التقاطع ده بتاعت ايه بكام، ب 400 او 500 فيت عشان نبقى المسافه واضحه، 498.7 فيت يعني. طب تمام، طب حلو. اه والله. طب انا بنفس الكلام، انا ومعايا المسافه دي بتاعت التقاطع من اول نقطه دي لحد السرعه دي، يبقى معايا السوبنج سايد ديستانس، يبقى عندي مجهول واحد هو السرعه. يبقى انا كل مشكلتي في الحياه دلوقتي في المساله دي ان انا اعرف اطلع الضلع ده، اعرف احسبه. طب انا احسبه ازاي؟ قصه كلها يعني، انت لو انت ما ابيض في حساب المثلثات اروح اعملها بسكيل واروح احسب المسافه دي بالطول قد ايه، يبقى عندي معايا المسافه اروح اطلع السرعه. طيب انا بقى في الامتحان مش هرسم ومعنديش وقت، انا احسبها بقى حساب مثلث. لو جبت الساين بتاعه ال 60 مش دي كلها 120؟ ازاي المفارقه دي ودي كلها 180؟ يبقى دي بكام؟ ب 60. تمام تمام. طيب لو انا النقطه دي نزلت منها عمود، مش دي نفس المسافه دي اللي هي ب 80؟ اسف ده ايه، مش دي بتوازن المسافه دي اللي هي ب 80؟ اه. طب انت عايز تعمل ايه؟ قال لك والله لو انا سميت الحته دي ايه مسافه اسمها بي، تعرف تجيب الساين الزاويه دي؟ اه. الساين بيساوي مين؟ المقابل على الوتر اهي. الساين 60 بيساوي المقابل على المسافه اسمها البي. جبت البي بكام؟ ب 92. طب انت عايز تعمل ايه يعني؟ قال والله انا عايز احسب المسافه دي، فانا جبت منها جزء. انت متخيل يعني مشكلتي كلها في مين؟ في المسافه دي من اول نقطه دي كده لحد النقطه دي. حسبت اول جزء الحمد لله، يا رب يسهل بس احسب الجزء الثاني. طب اعرف ايه؟ طب ما تسمي الجزء الثاني ده سميه ايه ولا حاجه، اكس واي اي مسافه. طيب انا عايز احسب الايه دي. طيب تعرف تحسب بالتشابه ازاي يا عم؟ بالتشابه، مش انا قلت الحته الايه دي على الطول ده كله ممكن يساوي الحته دي؟ طب الحته دي معلومه. اه يا عم، هو مدلك في المساله 150 على المسافه دي معايا. اه، ما هي دي الستوبنج سايد ديستانس. يعني هقول له ايه؟ اقول له 150، ايه اللي هي ال 150 المسافه دي على الستوبنج سايد ديستانس بتاعت الايه اللي هي بكام؟ 400 وشويه دي، 400 كام؟ 98. بتساوي الحته دي اللي اسمها ايه؟ الايه على الطول الكلي اللي هو عباره عن مين؟ الحته دي اللي هي الايه زائد البي. طب انت جبت البي؟ اه يا عم، لسه جايه من الساين 60 اهي، اللي هي طالعه ب 92 اهي. تعرف طلع الايه؟ اه طلع الايه، سهله يا عم، بقت ب 39 فيت. طب انت بقيت عندك المسافه، تعرف تحسب السرعه؟ اه يا عم، ما عنديش غير القانون اللي هو بتاع الستوبنج سايد ديستانس. تمام، اللي هي السرعه عندي بتساوي 47% الفي في التي زائد الفي تربيع على 30 اف زائد ونص جي، وما عنديش ميول خلاص. تعرف تطلع السرعه؟ اه، طلعت بكام؟ ب 22.5 ميل بر اور. تمام باشمهندس، قول. معلش عندي سؤال. قول يا اخويا. وانا ليه اعتبرت ان السرعه اللي ماشيه العربيه اللي ماشيه بسرعه 50 دي هي تقف؟ اهي اقرا اقرا، بيقول لك ايه؟ هاو كنترول، ازاي تتحكم في السرعه بتاعت بي، يعني عايز البي عشان اعمل منتين اثبت السرعه بتاعت مين؟ ايه؟ تمام، يعني انا عايز سرعه ايه تفضل ثابته. اه، هو اللي قال لك كده. شفت بقى؟ لا لا، انا مش فاهم يعني. مثلا طب انا ليه اعتبرت ان البي ان الاي ولا يقف؟ مش ممكن البي ولا تقف يا ابني؟ هو اللي قال كده يا ابني في المساله، ما تغلبنيش عشان خاطر. وقال لي اتحكم في سرعه بي بس، فانا اتحكم في سرعه بي وبي هي اللي تقف. انا قصدي لو سرعه ايه، لو انا اعتبرت ان ايه هتفضل ماشيه زي ما هي وبدات اتحكم في ان بي هتقف امتى او سرعه بي تبقى كام عشان تقف قبل ما تخبط ايه، مش ده ممكن يبقى قصده ولا ايه؟ عشان بس مش فاهم. هو ده اللي انت عملته، هو ده اللي انت عملته، ما ده اللي احنا عملناه. انا وقفت ما وقفتش ايه، مش يعني انا بعمل ايه اللي اسمه ايه دي، يعني انا بعمل الستوبنج سايد ديستانس. انا عملت ايه؟ انا خايف الاثنين يحصلوا تصادم، فانا هقول يا عم ان السرعه بتاعت ايه دي لو هي عند اللحظه دي مش بالسرعه دي هتقف فين؟ هتقف عند السرعه مسافه اسمها كام؟ مسافه طلعت كام؟ 400 فيت. 400 فيت وليكن جت هنا مثلا عند نهايه التقاطع دي. طب لو التاني ده مشي بنفس بسرعه كام عشان ما يخبطش فيها يعرف يفرمل؟ ما دي الستوبنج يعني فرمله، يعني مش هيخبطوا في بعض. هما الاثنين هيفرملوا؟ ايوه يا ابني، ما اسمها ستوبنج. انا ماشي، انا قصدي يعني الاثنين المفروض هيقفوا. طيب إيه؟ انا ليه اعتبرت ان مسافه الرؤيه او بدايه الرؤيه للي بي انه اول ما يشوف ايه على مسافه الاس اس دي اللي هي الستوب سايز ديستانس، ليه اعتبرتها دي؟ طب خلينا
خليها ما اعتبرتهاش. انت عندك حاجه تانية نحلها بيها عشان ما نضيعش وقت؟ قول انت حاجه تانية عندك. ما انا بس هو ايه المفهوم اصلا بتاع ستوبنج سايز ستوبنج سايت ديستنت ليه؟ يعني انا بحسبها على ايه؟ بحسبها منين بالظبط؟ اهي 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 اقرا كده الستوبنج سايد ديستنت ما اعرف ايه. بيقول لك اقل مسافه من طول الطريق، يعني اقل مسافه يمكن السائق العربيه اللي هو السواق اللي هو راكب عربيه ماله ان هو يوقف العربيه بتاعته قبل ما يحصل تصادم. انا مش عايز يحصل تصادم. ايوه يعني بحاول... انت حضرتك انت وقفتها عند السنتر لاين بتاعت قطع الطريقين يعني حسبتها؟ انا يعني لا انا هي ممكن بس عشان ايه الرسمه ممكن تلخبطها. لا انا هشوف المسافه دي اللي هي 400 دي او 498 اللي كانت محسوبه معانا دي هعتبرها هي القاعده، والالتقاءها مع التاني ده هو دي المسار. يعني هو حتى هو محدد لك المسار، يعني الداش ده بص بص في المسافه دي كده كان رسم لك المسار اللي هيمشي فيه. المسار ممكن والله 400 تعدي وما يحصلش تصادم مع دي. لا انا عايز احسب الكريتيكال، انا عايز على الكريتيكال. انا ممكن يكون عندي اول احتمال ان هي تعدي والتاني تعدي ما يحصلوش تصادم، تاني احتمال ان البي الاول تعدي ودي وبعد كده التاني الايه تعدي. طب تالت احتمال ممكن دي وهي بتعدي فجاه تقف والتاني تخبط فيها. دي كورس كسب بالنسبه لي. طب هو ها اكمل. طب هي النقطه بتاعت اي وبي اللي احنا بنبدا نحسب عندها ونشد بقى المتر ونقيس، النقطه دي انا بحددها يعني امتى ولا ازاي؟ احنا مش هنقيس، احنا مش هنقيس، احنا بنعمل ديزاين. يعني عارف الديزاين زي ايه مثلا؟ يعني انا والله انا بفرض مثلا لايف لود على المبنى 2 كيلومتر على متر مربع، اروح اقيسه؟ ما بقيس، انا بفرضه ان ده كريتيكال بالنسبه لي ان هو مش هيحصل، ممكن يقل. طب لو زاد؟ لا ما انا مش واخده في اعتباري اصلا. نفس الكلام انا بقول لك ان انا لما همشي السرعه الطريق ده الطريق كله السرعه تمشي هنا ب 30 وهنا ب 50 مثلا مش هيحصل تصادمات لاني مسيف، انا مش هيك على نفسي، انا بفرض الاول حاجه مش موجوده. انا كلامي يا باشمهندس بس سؤالي اللي هو امتى بي بيشوف ايه؟ امتى العربيه بي بتشوف العربيه ايه؟ هيشوفهم لما يجي يقفوا عند نقطه الالتقاء مع بعض، يعني على التصادم يعني لان المبنى مغطي. انا قصدي امتى بالظبط بي بيتخذ القرار ان هو يبدا يفرمل يعني لما يشوف ايه في يعني انهي مكان بالظبط؟ لو هو ماشي بالسرعه اللي انا حاسبها له مظبوطه هيفرمل من عندي. اصل انت بص انت بتسوق عربيه الاول بتسوق عربيه سلمي؟ سوقت عربيه قبل كده؟ لا ما جاليش الشرف بس. تمام يبقى الفكره كلها اللي بيسوق عربيه هيبقى فاهم قصدي ايه. ان انت داخل على ملف مثلا وفي حاجه مدرياك مش شايف اللي جاي، انت اوتوماتيك قلبك بيبقى ايه مش مطوعك ان انت تدوس في السرعه، تبقى ماشي كده مقلق خايف الحد يقابلك في اي ملف مش شايف حاجه، اي شوارع كده ضيقه بالحاجات دي انا مش شايف اللي مقابلني، فانا غصب عني بقى ماشي بسرعه اقل. تمام. طب انا كسواق مثلا ما اعرفش السرعه كام، فعشان كده على الملفات ليه دايما بيكتب لك سرعات معينه، يقول لك امشي بالتزم بالسرعه دي، عشان لما التزم بالسرعه دي وهو مش شايف، يعني هو اول لما يخش في الملف مش شايف اي حاجه بيبدا يمشي على سلانسي او اقل سرعه مثلا، لا او على 10 مثلا ولا كام، قال لك لا بيمشي بالسرعه اللي هي ايه تناسبه. فعشان كده دايما يعني انا في حاجه مش فاهمها، يعني انا العربيه اللي هي 55 ميل دي والعربيه دي 35 ميل بالاور، وانا لو غيرت السرعه بتاعت العربيه ل 35 ميل بير اور ما هي مش هتخبط العربيه اساسا بتاعت 55، مش هيحتاجوا يفرملوا ما جت طيب عادي بعدين. هغيرها لحد قد ايه؟ تبقى 10 مثلا، تبقى 5، تبقى 30. هل اساسا البوزيشن اللي انا حطيته دلوقتي الفرد اللي انا فرضته دلوقتي لو العربيتين مش بنفس ما يخبطوا ولا مش هيخبطوا في بعض؟ مش هيخبطوا بقى. ليه؟ لان انا قلت لك في اكتر من احتمال. احتمال اولاني ان السرعه بتاعت اي دي تمشي، العربيه دي بتاعت اي تمشي تعدي والتانية تعدي قبلها او بعدها ما يحصلش تصادم. والاحتمال الاسوأ بالنسبه لي ان هي وقت ما هو داخل وشاف اي حاجه وممكن يفرمل فجاه، ودي تفرمل فجاه ما يخبطوش في بعض. يعني هي يعني المفروض ان دي الحاله كريتيكال دلوقتي انهم هيخبطوا في بعض لو حصل ان الاثنين مشيوا دلوقتي. الله ينور عليك، دي كريتيكال بالنسبه لي. ان انا لو حصل ان هما الاثنين فرملوا مش شايفين ما يخبطوش في بعض، ما امن القطاع بتاعي او التقاطع ده الانترسكشن ده.
طيب ماشي. طيب برضو بص بص عليها كده، ولو في اي حاجة السكشن اللي جاي ممكن نبص عليها، بس اشيل الوقت. بس انت عندكم سكشن بعدي صح؟ في سكشن بعد طيب عشان بس الساعة 12 ايه. طيب دي الستوبنج سايد ديست. طب هو انا عندي بس المسافة بتاعت الستوبنج؟ لا، عندي كمان مسافة اسمها الباسنج سايد ديستنس. طب يعني ايه المسافة بتاعت الباسنج سايد ديستنس؟ قال لك دي المسافة اللي انا محتاجها. لا 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 فالباسنج سايد ديستنس اللي انا محتاجها دي هي دي المسافة اللي انا محتاجها عشان ايه؟ اعرف اعمل حاجة اسمها الغرز بالعربية، ان انا اعرف اتجاوز عربيات بطيئة. بمعنى تعالى كده نبص على الفيديو ده. الاوفر تيكنج ساعات بيسموها الاوفر تيكنج، مسافة التجاوز. دلوقتي عربية انا عندي طريق حارتين رايح وجاي، تمام؟ انا ماشي في الحارة دي يا عم في امان الله، لان عربية واحدة واحد ماشي عربية متدخن وطالع عينها يعني وماشي بالبطيء يعني، تمام؟ وانا ما خلاص معايا بقى ايه عربية وعايز معايا متأخر عايز اعدي. طب انا خايف اعدي التانية دي كده تريحني من حياتي كلها، تمام؟ فهبدأ اعمل ايه؟ بص كده اللي هيحصل لو انا جيت عديت فجأة كده ممكن يحصل تصادم. طيب طب المسافة اللي هو ممكن يعمل تجاوز بيها قد ايه وتتحسب ازاي؟ طب هل هو انا سواق مثلا وانا راكب العربية هقعد بقى اسأل سلمي بتقول لي كده القانون عشان اعرف اعمل تجاوز ولا لا؟ الموضوع بيبقى بالسنس اكتر، بس انت بتعمل الطريق ان انت تسيفه يبقى فيش اصلا عوائق، بحيث ان هو لم زي كده يبقى الدنيا عنده يعرف يعمل الاوفر تيكنج او بيسموها ايه يعمل غرزة بالعربية بمعنى اصح، يعني يعدي من دي ويخش في ايه يعدي تجاوز اللي هي البطيئة ويعدي من الحارة العكسية ويركب تاني الحارة بتاعته الاصلية، تمام كده؟ طيب تتحسب ازاي المسألة دي؟ بتجيلك في الامتحان النظري تعرفها وبتجيلك مسألة عليها. طيب تعرفها قالك عبارة عن مين؟ قالك ان انا بوفر مسافات كافية على طول الطريق ان انا عشان امكن العربيات اللي هي السريعة من تجاوز عربيات مين؟ البطيئة، تمام؟ اللي هي بتمشي في نفس الاتجاه، تمام؟ طيب المسافة دي مهمة جدا، بتكون مكان مسافة. قالك الستوبنج كان عندي مسافتين، حاجة اسمها البرسيبشن ورياكشن تايم والمسافة او الديستنس، والتانية اسمها مين؟ بريكنج ديستنس. طيب الباسنج سايد ديستنس قالك عندي اربع مسافات، مسافة اسمها دي واحد، مسافة اسمها دي اتنين، مسافة اسمها دي تلاتة، ومسافة دي اربعة. هنمسك كل مسافة منهم نعرف دنيتها ايه عشان تعرف تعوض في القانون يبقى المسافة بتاعتك ايه عادت عليه. حلو، نفس الكلام، هي دي نفس الصورة دي اللي انا كنت لسه وراك في الفيديو. تعال بس نحسبها احسن. طب ايه او نفهمها يعني؟ الدي واحد قالك الدي واحد دي المسافة ان انا بفكر انا مش هعدي على طول الا لما انا بص ايه افكر ينفع عدي ولا ما ينفعش. طب الوقت ده طبعا انت بتبقى ماشي بسرعة، انت بتوقفش العربية عشان تفكر، انت بتمشي بنفس السرعه وبتاخد الوقت ده، فده استهلاك. يعني ايه تفكير؟ يعني ايه مسافه في سرعه طلعت لي ايه زمن في سرعه طلعت لي مسافه، فبيسموها دي واحد المسافه بتاعت التفكير. انا عايز اكرر هل ينفع ولا ما ينفعش، اصل لو ممكن اخش اخبط لا يبقى استنى. طيب اللي هي فين على الرسمه اهي؟ المسافه دي واحد اللي هي المسافه اللي انا بفكر فيها انتقل، تمام؟ طيب بفكر الاول فبالتالي خدت زمن في سرعتي اللي انا ماشي بيها طلعت لي مسافه. طيب الدي 2 قال لك المسافه الدي 2 متقسم الاول فين؟ لو دي اللي عندي السرعه العربيه السريعه وقدامي العربيه البطيئه، فانا عملت ايه؟ مشيت فقعدت افكر ينفع عدي فروحت ايه قاطع مسافه صغيره كده اسمها دي 1، وبعدين رحت قاطع داخل في الحاره العكسيه ومعد العربية البطيئة ورحت ايه ماشي تاني في الحارة بتاعتي، اصلا مش هداني ماشي عكسي، تمام؟ طيب المسافة التانية اسمها مين؟ الدي 2 يعني ايه؟ قالك مهم او التعريف ده، يبقى دي واحد المسافة التي استغرقها السائق لايه لعمل المناورة، بيسموها المناورة او مانوفر، ان هو يناور بالعربية، تمام؟ طيب او تخطي العربيه اللي هي البطيئه اللي قدام. طب الدي 2 قال لك المسافه اللي هي العربيه السريعه خدتها عشان تعمل ايه؟ تمشي في الحاره العكسيه وترجع تاني في مين؟ في الحاره بتاعتها الاصليه متجاوزه العربيه البطيئه، تمام؟ بتقسم من اول فين اهي؟ من اول هنا العربيه اتحركت اهي عدت دي
التانية دي مش واقفة، اللي هي البطيئة دي يعني نعم بطيئة بس ماشية، فخدت مسافة ليها مش عايزها، فعدت دي كده ونزلت هنا ايه، فدي كل المسافة دي كلها اسمها دي اتنين. تمام تمام. طيب انا بفترض على اسوأ سيناريو، ما يمكن يكون الطريق فاضي مش مشكلة، بس انا دايما بتشتغل على اسوأ سيناريو. ايه اسوأ سيناريو؟ ان يكون في حاجة مقابلاني، في عربية كده جاية في الطريق التاني الاتجاه التاني. طب العربيه دي ماشيه، انا قاعد بفكرت وخدت ايه مسافه تانية عكسيه، هي واقفه؟ لا دي ماشيه هي كمان، فهي بتاخد مسافه كمان، فالمسافه دي بيسموها الدي 4. طيب طب انا ما اتفع على كده وخلاص، قال لك لا لازم نعمل مسافه امان ما بين الدي 2 والدي 4 اسمها مين؟ الدي 3. دي مسافه امان او ايه مسافه خلوص ما بين المسافتين دول ما بين الدي 2 والدي 4. من الاخر انت عايز تقول ايه؟ اللي انا عايز عشان احسب الباسنج سايد ديسن احسب الدي 1 والدي 2 والدي 3 والدي 4. حلو، يعني امسك واحده واحده. الدي 1 تعرفها، السلايد دي مهمه جدا، تعرف كل واحده مهم لسه شرحها لك ايه. تمام، تعال نحسب اول حاجه الدي 1. قال لك الدي 1 بتساوي مين؟ الواحد 47 من 100. اي مسافه بتساوي سرعه في زمن، السرعه بتاعتي اهي الزمن تي 1. طيب التي 1 قال لك التي 1 بتساوي كام؟ قال لك باخد 4 ثواني. تمام؟ طب حلو. سرعتي بتاع البصم، السرعة بتاعت العربية اللي هتعمل المناورة. طيب الام؟ قال لك دي أنا بفترض إن هو مش هيمشي مثلا، هو كان ماشي ورا السرعة العربية البطيئة دي ب 60، هو عمره ما هيلف بسرعة 60، هيهدي شوية. طب التهدئة دي قد إيه؟ قال لك بفترض إن السرعة دي لو 60 ده ناقص منها 10. إشمعنى 10؟ الكود عايز كده. الكود قال لنا استخدم الرقم ده عشان ما تبقاش راجع للاهواء، كل واحد يختار الرقم اقل من اللي هو عايزه. تمام. طب تمام. زائد الايه؟ قال لك الايه دي مسافه اسمها ايه، او دي عجله التباطؤ. تمام، باخدها بكام؟ باخدها بواحد ونص. يعني من الاخر الايه رقم اعتبر واحد ونص ثابت ما تغيروش. تمام، الام باخده ب10 خلص. يبقى انا محتاج عشان اعرف اعوض في القانون ده حاجتين، التي 1 والفي. التي 1 باخدها باربع ثواني. طب الفي بيديها لي ايه؟ جيفن في المسألة. خلصنا؟ خلصنا. طب الدي 2 قال لك الدي 2 فاكر القانون بتاع البرسبشن بتاع اتخاذ القرار؟ هي نفس القانون 41%. الفي في التي 2. طب في التي 1 و التي 2؟ اه، اصل المسافة اللي بيفكر الزمن اللي بيفكر فيه عشان يعمل مناورة كان 4 ثواني، منطقي. طب لو هو هيعدي بقى العربية البطيئة لا هيبقى أطول. طب هيبقى أطول بقد ايه؟ قال لك في حدود ال 10 ثواني. يبقى هنا التي 1 ب 4، التي 2 باخده ب 10 ثواني، الام ب 10 والاي ب 1.5. طيب اتبقى لنا مسافتين الدي 3 والدي 4. طب الدي 4 قال لك باخدها تلتين الدي 2، يعني كل المساله هحسب دي 1 ودي 2 وبس، والباقيين باخدهم منهم رقم منه. يعني الدي على سبيل المثال مثلا دي 4 باخدها تلتين الدي 2، حسبت الدي 2 اضربها في تلتين يبقى دي 4 معايا. طيب دي 3 اللي هي المسافه اللي بيسموها الكليرنس او الخلوص، باخدها من 110 ل 300، غالبا بناخدها 200 فيت. خدها 110، خدها 150، محدش هيقول لك حاجه فرنج، بس غالبا شغالين على 200 فيت او حسب ما الدكتوره قالت لك في المحاضره. بقى شوف قالت لك رقم كام استخدمه. طيب تعال نشوف مساله كده، بيقول لك ايه؟ عربيه بتسافر بسرعه 70. تمام، is overtaking. overtaking عايزه تتجاوز another car، عربيه ثانيه بسرعه 60، هي ماشيه بسرعه 70 وقدام بسرعه 60 عايزه تعديها. تمام، على on two lane، قلنا اللين يعني حاره، undivided divided يعني متقسم. طب undivided ايه ده؟ مفيش حاجه تقسم ما بينهم في وسط الحركه. بيقول لك calculate the minimum passing side distance. اول لما اسمع كلمه passing side distance يبقى اقول له دي 1 زائد دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4، ابدا احسب كل واحده لوحدها. الدي 1 بتساوي كام؟ 1.47% في التي 1، افتح قوس الفي ناقص الام زائد الاي في التي 1 على كام؟ 2. طب حلو، التي 1 بكام؟ قلنا هاخدها ب 4 ثواني. طب الفي استخدم اني في؟ ما انا معايا 70 ومعايا 60، هاخد مين؟ ال 70 اللي هي هعمل بيها تجاوز بيها السرعه العربيه السريعه بمعنى اصح، ناقص الام. الام اتفقت عليك بكام؟ ب 10 ميل بر اور. حلو، زائد الاي. الاي كام؟ قلنا ب 1.5 في تي 1 ب 4 على 2، هيطلع لي الدي 1 بكام؟ ب 370 فيه. طب الدي 2 عوض في القانون 1.47% الفي في التي 2،
الفي بكام، السرعه العربيه السريعه اللي هي بكام، ب 70، التي 2 بكام، قلت لك حفظ ب 10 ثواني، عوض طلعت دي بالفيت خلاص اللي هي الدي 2، خلصتهم الباقي سهلين. الدي 3 بكام، مسافه من 110 ل 300 غالبا اخدها بكام، ب 200. طب الدي 4 تلتين الدي 2 تلتين في 1029 يطلع كام، 686 فيه. مجموع دول هو ده الباص المسدس وصمته طيب، يعني مفيش اكتر من كده سهوله يعني. تعال بقى ايه، نرجع بقى ايه للاسئله النظري اللي الدكتوره اديتها لك في المحاضره، نقراها برضو مع بعض كده. يعني ايه الموضوع بقى في قصه الاونلاين ده بيبقى ايه صعب ان انا اقعد اقرا لك حاجات كده يعني، حس كده نحس قراءه يعني. المهم تعال نفهمها بقى. حتى بيقول لك ايه، ايه هي العناصر الاساسيه او الحاجات اللي بتحكم لي تمام او بتحكم حاجه اسمها جيومتريك ديزاين. ايه جيومتريك؟ جيومتريك يعني هندسي او التصميم الهندسي. ايه هي الحاجه اللي بتحكمني في التصميم الهندسي؟ السرعه. يعني قاعدين بنتكلم في كل حاجه في السرعه، ليه ما بنكتبش على الطرق سرعه 1000 وكل العربيات تفتح كلها تمام؟ فاول حاجه هي السرعه، ديزاين سبيد تمام. تمام. تاني واحده الخصائص الهندسيه للعربيات نفسها. يعني والله لو انا معايا الطريق ده مستخدم للعربيات مثلا ملاكي، غير طريق عربيات اللي هي التريلات او النقل الثقيل، كل ده بيحكمني. من عربيه التريلات الثقيله والكلام ده كله بيفرق معايا تمام. طيب الحاجه الثانيه نص قطر الدوران بتاع العربيات، مش كل العربيات بتعرف تاخد الملف. يعني عربي يعني مثلا ما اجي اعمل مثلا تصميم هندسي اعمل مثلا يوتيرن مثلا، طب حد منه تلف ده بتلاقي ايه الجزء القداماني بيلف لوحده والمقطوره اللي وراها بتلف في اتجاه ثاني اصلا تمام. طب حلو، فعلى سبيل المثال الملاكي غالبا بس نص قطر الدوران بتاعي بيبقى 6 متر. الحاجات دي مش لازم تحفظها، بس احفظ بس ايه الحاجات الاساسيه يعني تمام. عكس الاتوبيس محتاج 10 متر اكبر شويه، الشاحنات ممكن 15 و20 متر في اليوترنات او الدورانات. طيب الحاجه الثالثه الاخيره العوامل الاقتصاديه. انا مع يعني بقول لك ايه، عايزين نعمل طريق، طب معاك فلوس قد ايه عشان نعمله؟ نعمله 1000 حاره ولا 5 حارات ولا حاره واحده؟ انت فاهم؟ فدي بتاثر معايا دايما الايكونوميك الديزاين ده بيأثر معايا تمام. الايكونوميك ديزاين زي ما انت بتاخد في الخرسانه كده بقول لك ايه الايكونومي سيف مش عارف ايه الكلام ده، نفس الكلام عندنا. السؤال ده مهم جدا تمام. تصنيف الطرق، احنا عندنا كام تصنيف للطرق؟ والله على حسب يعني ايه عدد الحارات اللي فيها من الاخر. يعني عندنا ايه نوعين من الطرق، طرق داخل مدينه وطرق صحراويه. طرق داخل المدينه بيسموها الاربن، اربن رود دي الاربن، طرق حضريه يعني بمعنى اصح. وعندنا طرق رولر اللي هي طرق ما بين المدن او طرق خلويه او زي قرى اسكندريه الزراعي الصحراوي الكلام ده. طيب لكل نوع من كل حسب وقوع الطريق في ده ولا في ده لتصنيف. لو كان اربن عندنا ثلاث انواع منه. تعالى كده الناس اللي هي اكيد الناس كلها نزلت طنطا، شارع البحر ده بالنسبه لي وناغوت، شارع النحاس متفرع منه، واي شارع متفرع من النحاس. شارع البحر بالنسبه لي ده شارع رئيسي بيسموه شرياني، بيسموه حاجه اسمها ارتيريال تمام. طيب اللي بياخد منه بيسموه زي شارع النحاس بيسموه مين؟ كوليكتور، مجمع. طيب اللي بياخد من شارع النحاس بقى بيسموه الحراض بقى اللي هي اللوكال تمام. طيب دي لو كانت اربن. طب لو كانت رولر، لا عندي نوعين من ايه ما بيسموها طرق سريعه طالعه للجزئيه بتاعه ما بين المدن، تفتح باب ال 120 كيلومتر في الساعه واكتر من كده، او داخل على مناطق صناعيه تمام. طيب ده مهم جدا، السؤال ده بيجي لك كتير قوي في الامتحان، تصنيف الطرق. طيب بيقول لك الحاجات اللي هي بتاثر على الابعاد مثلا تمام. بيقول لك اكسبلين هاو فيكل دايمنشن، ازاي ابعاد العربيه بتاثر على الطريق. تعالى بص اوريك فيديو كده برضه يا معلم. بص كده بص، دي مقطوره تمام، شوف بتلف ازاي. شايف انت واخد بالك العربيه راصه فين ونهايتها فين؟ انت العرض بتاعك ده لو مش موافق في المقطوره دي هتلاقي المقطوره دي خرجت بره الطريق اصلا، دخلت على التراب ولا حاجه وغرزت وحصلت مشاكل في الطريق قفلتك الطريق من الاخر. شايف الدوران بتاعها عامل ازاي؟ انت متخيل الطريق ماشي
عرض قد ايه وجاء عند الدوران حصل له حاجه اسمها التوسعه سببه ايه؟ التريلات. تمام؟ يلا تعال نرجع. بالتالي بيقول لك ايه؟ عند الدوران المنحنى الافقيه يتم تصميم منحنى بحيث يستوعب مين؟ دوران المركبات باكبر نص قطر محتمل. فاكر انت نص قطر كنت بقول لك عليه الملاك نص 6 متر ومش عارف الشاحنه بكام 15 متر. فبالتالي لو انا هستخدم الطريق ده لكل كافه المركبات يعني عربيات وتريلات والليله دي كلها هشوف اكبر نص قطر استخدمه لو بكام 15. ليه؟ قال لك والله اصل دوران المركبات ده بيبقى فيه مشكله. ليه ايه؟ الشاحنات نفسها وهي بتحصل دوران تلاقي العجل الامامي في حته والعجل الخلفي في حته. تمام؟ تمام. تعالى بقى ايه بيتكلمك بقى على الشولدر وشويه حاجات كده مهمه جدا. ايه هدف الشولدر او ايه هي مكونات الطريق؟ تعالى كده اوريك شويه صور كده هتفرق معاك قوي يعني. تعالى كده يا عم ده لو عندي نوعين من الطرق اربن وهاي واي. الاربن اللي هي الطرق داخل المدينه. تمام. الحاجه اللي في النص دي اللي هي الرصيف ده اسمه الجزيره. طب بيعملوا ليه؟ عشان اقسم الطرق اخلي ده مثلا طريق رايح وطريق جاي. تمام. طب تمام دي الجزيره طريق رايح وطريق جاي مفيش مشكله يا عم. ده الانترسكشن تقاطعات دي الجزيره. كويس حلو ماشي. تعالى اوريك حاجه تانية. يبقى انا عرفت الطريق بقسمها بايه؟ بقول مفيش جزيره دي رايح جاي في نفس الحاره. طب حلو. طيب هو المفروض العربيات تمشي من بعد الجزيره على طول؟ قال لك لا بعمل حاجه اسمها الشولدر كتف الطريق. ليه؟ قال لك والله الكتف ده المفروض ما الاقيش عربيه ماشيه فيه. طب ايه هدفه؟ قال لك والله ان انا بعمل حارات مروريه. الحاره هي المكان اللي بيخصص للعربيه تمشي فيه مش كل مكان العربيه تمشي فيه لا هي الحاره بس. ليه؟ قال لك والله افرض العربيه دي عطلت مثلا ما توقفليش الحاره دي هتوقف لي الحاره دي كلها لا تركن في الشولدر. تمام. فدي اهم حاجه في الشولدر ان هو عباره عن مين؟ مساحات اضافيه بتحطها على جانب حارات المرور عشان ايه؟ لو حصلت مثلا ايه؟ توفير مساحات جانبيه عشان المركبات اللي تعطلانه الكلام ده تقفلي عربيه عايزه تستنى حد مثلا تستنى في الكلام ده ما تقفليش في قلب الطريق وتوقف الدنيا. تمام. طب حلو بتحسن لي السعه المروريه لو في الطريق زحمه عربيه اسعاف ممكن تستخدمها مش عارف ايه. تحسين القوه الانشائيه بدل ما كانت الطريق ده كله في الجزء ده ضيق بس كده والعربيات هرس عليه لو انا عندي مساحه اضافيه العربيات تبدا تخش عليها وبالتالي ايه؟ تبقى الحمل على الطريق او تكرار الحمل على الطريق بمعنى اصح يعني لحد ما نتقابل تاني في التصميم الانشائي. تمام احسن. تمام. طيب ابعاده كام؟ قال لك المفضل للعرض بتاعي او العرض الادنى بتاع الكتف في الطريق ده والشولدر 4 فيت. طب يفضل من كام؟ من 6 ل 8. تمام. طيب طب الميل بتاعه قال لك بحط ميل عشان اصرف المطر من 3 ل 5%. قال لك لو كتف كان مرصوف يعني مرصوف زي ده كده ده بيفد مرصوف او ممكن يكون كتف تراب زي ما مثلا بتلاقي الطريق مثلا فيه سن باين في الجزء ومش باين فيه الاسفلت. ليه؟ عشان العربيات تمشي عليه. طب بعمله ايه؟ بقول لك بزوده بميل عشان لما الدنيا تشتي الميه تيجي عليه وتجري على البلاعه. تمام كده؟ تمام. تاني نقطه ايه هي الميديان؟ اللي هي الجزر. بتعمل ايه الجزيره يعني؟ قال لك والله بتقول لك ايه اقرا كده بيقول لك تقليل تاثير الضوء. في نوع من الجزر كده اللي هي بيسموها النيو جيرسي. نيو جيرسي دي عباره عن ايه؟ اوريها لك في زي دي كده زي دي. دي ميزتها ايه؟ قال لك والله لو الطريق طبعا الطرق الصحراويه ما بعملهاش كشافات ما بعملهاش اعمده اناره بمعنى اصح ده انا بسيب الكشافات العربيه هي اللي بتتعامل. لو انت ماشي كده في الطريق ده وفي عربيه مقابلك مديك كشاف عايز ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه معدي هنا وضارب في عينك ما انتش شايف. فبالتالي وجود الجزيره دي اللي هي نيو جيرسي بتمنع لك مين؟ ان الضوء من الاتجاه المعاكس يضرب في عينك وبالتالي تعرف ايه يحافظ على ايه؟ على عينك وتمشي ايه؟ في الطريق من غير اي مشاكل. فبالتالي ده قصه تقليل التاثير نقط التصادم عشان ما الناس ما تقعدش تلف كل شويه لا انا بحط جزيره عشان ما حدش يعمل لي يوتيرن يفصل الطريق ويقعد يعطل الطريق.
بحطها كاحتياطي زي شارع البحر مثلا، جزيرة فيه 10 متر ولا حاجة وكانت كلها نخل وبتاع ومش عارف ايه، يوم ما جم واحتاجوا يوسعوا وكلوا من الجزيرة وضموها للطريق. عرضها ما قلش عن كام؟ 6 فيت. انواعها يا اما في حاجة اسمها فلاشد وتكون مستوية او ديبريزد منخفضة، او تكون ريزد مرتفع عن الطريق. بمعنى تاني دي كده بيسموها ايه؟ مرتفع على الطريق ريزد، تمام؟ ممكن اخليها بسوي الطريق، تمام؟ او تكون منخفضة على الطريق. ساعات كده ممكن تلاقي في فيديوهات كده على الفيسبوك يقول لك ايه في الدول اللي هي ممطره شويه بيستخدموها ككونات يخلوها الجزيره دي منخفضه ويستخدموها كقناه مائيه يحطوا فيها استزراع سمك والكلام ده كله عادي شغال يعني. طيب ايه هي الكيرب؟ الكيرب اللي هي البردوره، تمام؟ بتبقى كتله خرسانيه كده بحطها جنب الرصيف عشان تسندني الرصيف لو ما يحصلوش انهيار، زي سند الجوانب الرصيف يعني معنى اصح، تمام؟ ده هي دي البردوره. ايه بحطها؟ عشان احط رصيف هنا ما يحصلوش حاجه اسمها مين يهيل الرصيف مني او يحصل تكسير الرصيف، تمام؟ طيب الترافل لين مهمه جدا اللي هي حاره المرور. قال لك دي عباره عن مين؟ دي الحاجه اللي العربيه بتمشي فيها، ده الطبيعي ان العربيه تمشي فيها. تعالى كده بمعنى اصح مش معايا، خلاص مش لازم، خلينا بقى في اللي احنا فيه. المهم فقال لك الترافل لين، قال لك عباره عن مين؟ الحاره اللي هي هتمشي فيها العربيه. طب هي قال لك عدد الحارات كام؟ قال لك يكون 2 وبقدر الامكان يكون متساوي، يعني اعمل حاره مثلا 3 ويبقى الثانيه الاتجاه الثاني 3، ما بعملش هنا 3 و2 مثلا والكلام ده، قدر الامكان يعني. قال لك عدد الحارات كام؟ قال لك 2 لكل اتجاه. لو انت خدت نقل ومرور كنا فاكر لما كنا بيطلع مثلا عدد الحرار عدد الحارات من مساله النقل والمروكه بتطلع واحد، بقول لك ايه؟ قال حاجه 2 عندي. لو انت فاكر النمبر اوف لينز، على فكره انت في الطرق هيبقى عندك الجزء اللي بيخدم عليك هو النقل. لو هدفع ان هي تعمل لك مين؟ تدرس الترافيك على الطريق، وبالتالي تحدد لك، اقول لك الطريق ده محتاج كام عربيه، تمام؟ لو انت فاكر المساله دي، لو فاكر يعني. قال العرض كام؟ قال لك 10 فيت. طيب قال لك ميلها كام؟ مهم قوي، ميل حارات المرور الميل بيكون من 0.5% ل 2.5%. ليه؟ عشان اعرف اصرف المطر، ما اخلوش افقي او مستوي، ما الميه هتقف في النص، لا ده انا اخليه ايه؟ حاجه اسمها مين؟ كامبر او كراون، يعني في النص عالي وفي الجناب منخفض. ميله كام؟ من 0.5% ل 2.5% عشان المطر، تمام؟ طيب لو جالك في الامتحان قال لك ارسم لي الكروس سيكشن، تعرف ترسم الرسمه دي؟ طب هي دي رسمه يعني صعبه يعني؟ لا يا عم ولا صعبه ولا حاجه. تعرف ترسم الرسمه دي؟ اه يا عم. برسم سنتر لاين الطريق، وبعد كده احط الجزيره، بعد الجزيره مين؟ عندي الشولدر، بعد الشولدر عندي مين؟ حارات المرور، بعد حارات المرور عندي مين؟ الشولدر. موضوع تافه، اخد قطاع كده وارسمه اهو يا عم. فانا عندي اول حاجه مين؟ ادي مين؟ سنتر لاين. طب انا هعرف منين هو ديفايد ولا انديفايدد؟ هيقول لك ارسم لي مثلا كروس سيكشن ديفايدد، ديفايدد يبقى احط جزيره. طب الجزيره يقول لك ايه؟ فلاشد. فلاشد يعني ايه؟ مستويه، برسمها افقيه. طب ديبريزد يعني منخفضه، ارسمها زي دي كده ايه؟ منخفضه. او ريزد تكون عاليه، تمام؟ طيب لو قالها لك انديفايدد، لو انديفايدد هتبقى بالمنظر ده كده، خلاص مفيش جزيره. وبعدين احط حارات المرور يمين وشمال. طب الميل ماله؟ اه الميل نازله كده عشان قصه دي لما تشتي تحصل تصريف للمطر. طيب بعد حارات المرور بحط مين؟ الشولدر اهو. طب بعد الشولدر بعمل حاجه اسمها مين؟ حمايه الطريق. ايه حمايه الطريق ده؟ بص كده دلوقتي لو انا الطريق بتاعي اعلى من الارض الطبيعيه، مش انت خدت حاجه اسمها ستابيليتي اوف سلوب؟ يعني التراب ده يعرف يقف راسي؟ استحاله، لازم يتعمل له ميل. مين؟ ميل عشان التراب ده ما يتهلش او ما ينهارش، صح؟ طيب فدي بيسموها مين؟ ردم. انا عليت الطريق عن الارض الطبيعيه، فالميل بتاعي بيبقى بالمنظر ده كده، بيسموه ردم في السكشن بالمنظر ده كده. الميل بتاعي اعلى من الارض الطبيعيه بيسموه مين؟ في السلوب. طب لو العكس، ايه هو العكس؟ الصوره دي، ان الارض الطبيعيه اصلا المفروض اصلا ده كان جبل. طب قدام بقى، تمام؟ فبالتالي هلا ممكن اثبت اه ده تربه صحراء ممكن تقف راس، بس قال لك يفضل دايما بنعمل ميول، تمام؟ فالميل هنا في الحاله دي ماله؟
انا كان فوق فانا قطعت عشان اعمل ايه؟ احط الطريق بتاعي. فده بيسموه في الحاله دي ميل مين؟ ميل القط. فبيسموه مين؟ الفور سلوب او الديبس اوف قط او القط سلوب. من الاخر الرسمه دي الحد هنا ثابت، الحد هنا كده. تبدا تتغير معايا على حسب، يقول لك مثلا اعمل لي واحده فيل واحده قط اهي، يبقى الفيل يبقى الطريق بتاعي اعلى من الارض. طب لو هي قط، لا ده الارض الطبيعيه فوق والطريق بتاعي تحت. طيب لو جاي لك في الامتحان قال لك اعمل لي ديفايدد، يبقى احط جزيره، ازود جزيره واشفت بس اجي في النص كده احط ما ايه مسافه للجزيره وكل ساوند. طيب طب لو كان اربن، خلاص يا عم الاربن ما انا عارفين الاربن، ما الاربن ما بيعملش فيه ميول. ليه؟ اصلا مش حاجه في قلب الارض، في قلب البيوت والكلام ده، لا ده بيبقى على جانبي الطريق بتاعي البيوت بتاعتي، فما بيعملش فيها الكلام ده كله، فبيبقى ايه حاجه اسمها الرصيف. يبقى نفس الكلام، ادي عندي الحاره بتاعتي الحاره الثانيه وبعمل الرصيف تمام، او ارسم الكروس سكشن ده اهو يا عم وراح نفسي. طيب خلاص احنا كده قفلنا يعني. كل مطلوب منك بس ان انت ايه تمسك الشيت الاول تبدا تحل فيه على القصه الستوبنج سايد ديستانس والباسنج سايد ديستانس تمام، وجزء النظر ده بتاعه الرسومات اللي هي بتاعه الكروس سكشن تمام كده يا رجاله. رجاله تمام هندسه لو سمحت. قول اللي في الجروب انا وفي انا وكذا حد ما اضفناش عليه لسه، احنا داخلين بانفايت. والله القصه دي في الاي تي يا شباب، والله انا يعني مش بايدي يعني، لو في حاجه بايدي قول لي اعملها لك يعني. ضفنا بس على الجروب، احنا رحنا الاي تي يا باشمهندس ممكن حضرتك تعمل ولا بيدخل عد ده ما تعمل انفايت وخلاص، انا كده كده بعمل داونلود للميتنج يعني. يعني انا دلوقتي انا اعمل ايه دلوقتي؟ هروح اعمل داونلود. مش انت موجود في الميتنج معايا دلوقتي؟ قصة انا بقى في الميتنج بس، لكن لما الميتنج يقفل مش هبقى موجود، انا مش عارف اوصل لحاجه تاني. يا عم انا هعمل داونلود اهو، اسمك موجود، اسمك ايه طيب؟ موجود كمان محمد رمضان. موجود يعني الحمد لله، ما انت معايا اهو، انا هعمل داونلود اهو، خلاص كده كل سنه طيب، مش عايز اكتر من كده. هو قصده ان هو مش هيعرف يجيب الداتا اللي هي وكل مره السكشن هيبدا لازم حد يعمله انفايت، لازم حد يدخلنا يا باشمهندس، لازم كل مره حد يدخلنا، احنا ما ينفعش نخش من نفسنا. مش هبدا لما تخش وانا مش عارف احلها والله. طب قول لي احلها ازاي يا باشمهندس؟ في حاجه اسمها اد ممبر، في حاجه اسمها اد ممبر بتاخد الايميل بتدخله. في امكانيه عندي ان انا اعملها؟ ايوه يا باشمهندس عادي. طب انت رقمي معاكم، هو بعت لي بس اسمك على الواتس، خد رقمي معاكم يا رجاله عشان لو احتجتوا حاجه هخلي مندوب يكلمك يا باشمهندس يقول لك. خلاص ماشي، رقمي مع المهندس محمد اللي هو الراجل ده، مش عارف اسمه محمد ايه تمام، هو خد رقم. معلش حقك عليا. خلاص رقم معاكم اهو، اتعامل انت بقى وقول لي ايه مشكلتكم كلها لكم. خلاص كده تمام خلاص تمام يا هندسه ماشي. المفروض الشيت بقى ايه نزل لكم بقى، ربنا يسهل كده بقى ايه ما نشوف الدنيا تمشي ازاي في حوار الشيتات والكلام ده. ماشي يا رجاله، حد عايز حاجه؟ الف شكرا. سلام يا هندسه. خلاص سلام يا هندسه. سلام يا رجاله. مفيش شرعية ولا مفيش ولا ايه اللي ما دخلش في الجروب؟ واحد اثنين ثلاثة هوبا.